الحر في لحظة واحدة بقرار مصيب أخرج نفسه من الظلمات إلى النور، ومن النار، من المخلدين في النار إلى المخلدين في الجنة، من الأذلاء الملعونين الذين يلعنهم الله وتلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس، أخرج نفسه من هذه الحظيرة إلى حظيرة التجليل والتقديس، حتى أن ملوك الدنيا وزعماء العالم يتمنون أن يحظون ببعض ما للحر من المنزل والمكان. وإذا جاءوا إلى قبر الحر لزيارته، كل زائر يخاطبه بأبي أنت وأمي. هذا كلام كبير. مهما كانت منزلته، مرجع تقليد يخاطب الحر بأبي أنت وأمي، ملك يخاطب الحر بأبي أنت. المعرفة التي أسداها الحر، الموقف في حب الحسين وفي نصرة الحسين، نقلته من الوادي إلى القمة، جعلته في القمة. والقادة الذين مروا، قادات الجيوش، الزعماء، الرؤساء، كثير منهم أخذوا صولة وجولة في مدة، ثم انقرضوا وانتهوا وانتهت آثارهم، حتى كثير منهم لا يعرف أسماءهم الناس أصلا. الحر كان قائد له 1000 جندي، لا أكثر ولا أقل، قواد يملكون الجيوش، مئات الآلاف، لا يعرفهم أحد. لكن الحر له مقام ومرقد يزوره الكل ويطقطق له الرأس. شنو تريد وجاهة أعلى من هذه الوجاهة؟